احنا في شهر بنحتفل فيه بميلاد الرسول عليه عليه افضل الصلاة الصلاة والسلام. والسلام، عايزين نبدأ بشهادة الميلاد الأب. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وحضرتك بتقولي المقدمة الجميلة، استشعرت شفت هيبة، رياكشناتك؟ والله هيبة غير عادية. استشعرت حب، استشعرت فرح، مشاعر مختلطة جدا. وافتكرت أستاذة لمياء حد من الصحابة مقابل صاحبه يقول له أنت جاي منين؟ يقول له أنا جاي من عند رسول الله. عليه أفضل وأنت الصلاة رايح فين؟ والسلام. يقول له أنا رايح عند رسول الله. يا نهار أبيض، إيه الهنا ده؟ افتكرت أحد الصحابة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويحضنه من ظهره، يحضنه من ظهره، وكان رجل بسيط، فيقول له اتركني اتركني، فلما تركه كان اسمه أزهر. يقول من يشتري هذا العبد؟ بيهرج معاه سيدنا النبي، يقول له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، حدش هيشتريني. قال له لكنك عند الله غالي. افتكرت سيدنا النبي في أحداث كثيرة ومشاهد كثيرة في اللحظات اللي حضرتك بتقوليها دي، فأحسست باشتياق غريب إنه أرى رسول الله صلى الله عليه عليه أفضل الصلاة والسلام، كلنا مشتاقين. أيوة، أنا محتاج الجملة دي، أنا محتاج حضرتك وإحنا بنتكلم عنه يوحشك قوي وتقوليها من قلبك كده ومن أعماقك، سيدنا النبي وحشني. محتاج كل حد من المشاهدين يستشعر الشعور ده ويقابل بيه ربنا. قولي كده، إمتى استشعرت بجد إن سيدنا النبي وحشك؟ طب مقدار وحشك دي قد إيه؟ تخيل أم حلوة قوي، جميلة قوي، أخلاق، قيمة، قامة، حكيمة، وعندها ولد وحيد نفس الأخلاق وزيادة، ومسافر، فقعدة مع نفسها كده، فجت دمعة كده حارة نزل من عينها شوقا إلى ولدها، تتمنى اللحظة اللي تشوفه فيها. يا سلام، أنا محتاج اللحظة دي، ولله المثل الأعلى لسيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة تبقى قاعد والسلام. كده قدام الحلقة وبتسمع سيرة سيدنا النبي، فدمعة جميلة كده رقراقة تيجي نازلة من عينك، ما تتكلمش، شوقا إلى سيدنا رسول الله، عليه أفضل الصلاة قابل بيها ربنا. استشعرت لو كان رسول الله بيننا كان هيقول لنا ايه؟ كتير. والله استشعرت ان انا بحب حد، هل احب من اجهله؟ يعني حضرتك انا ما اعرفش يعني في واحد كده انا ما اعرفوش تماما، لا يضره اني لا اعرفه، هل احبه؟ مستحيل، لانه الجهل لا ياتي بحب، العلم هو الذي ياتي بالحب. صحيح، لما اسمع واعرف عنه. ايوه، اعرف عنه. مش احنا ساعات طبعا يعني زي ما حضرتك قلت لله المثل الاعلى والرسول عليه افضل الصلاه والسلام، لما بتقابل حد لاول مره تقول له والله يا اخي انا حبيتك من كتر كلامه عنك. اي أيوة، والله ينور عليكي. والاذن تعشق قبل العين احيانا، ممكن ما شفتوش لكن اذني جعلتني اعشقه، ما شفتوش رؤيا العين لكنه معي وفيا، واعلموا ان فيكم رسول الله، فما إيماني إلا جزء من إيمانه، وما أخلاقي إلا جزء من أخلاقه، وما آدابي إلا جزء من آدابه. فالموضوع كبير قوي طبعا. مين أنا عشان أتكلم عن سيدنا النبي؟ بأي لفظ أصوغ الدرة تبيانا، وأسبك القول بين الناس عقيانا، وأمدح المصطفى جلت مواهبه محمدا خير خلق الله إنسانا، ماذا أقول وهل أحصي محاسنه، وكيف تحصى لمثلي كيفما كان، ولي برسول الله أشكره، وما أوفي رسول الله شكرانا، يا سيد الرسل الأعلام إن لكم فضلا يزيد على الأمطار تهتانا، لولاك ما شاع شرع الله في بلد
ولا قرأنا عن الإسلام قرآنا. الله الله عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا هنتكلم يا أستاذة لمياء عن شخصية هي أعظم من خلق الله من الإنس والجن والملائكة من أول خلقه إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ما هو ربنا خلق بني أدمين بشر، اصطفى منهم أنبياء، وخلق أنبياء اصطفى منهم رسل، ورسل اصطفى منهم أولي العزم من الرسل خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. واصطفى من أولي العزم من الرسل اثنين: الخليل إبراهيم والخليل محمد، هم اثنين بس من كل خلق الله اللي نال الخلة. واصطفى من الاثنين خليل واحد الأعظم عند الله، سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة. لأن الخلة مش واحدة، وبنص القرآن الخليل إبراهيم يصل لخليله بالواسطة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مش هيشوف بنفسه، أنا اللي هوريله. إنما الخليل محمد يصل لخليله بلا واسطة، فكان قاب قوسين أو أدنى. الخليل إبراهيم تكون مغفرة ذنوبه في حد الطمع، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنما الخليل محمد مغفرة ذنوبه في حد اليقين، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الخليل إبراهيم قال في المحنة: حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما الخليل محمد ربنا يقول له: يا أيها النبي حسبك الله، مش هيستنى لما يقول. الخليل إبراهيم قال: ولا تخزني يوم يبعثون. الخليل محمد قال عنه ربه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الخليل إبراهيم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الخليل محمد قال عنه ربه: ورفعنا لك ذكرك. الله. ينزل سيدنا جبريل يقول له: يا رسول الله، أتدري بما رفع الله ذكرك؟ قال: لا. قال: السلام يقرئك السلام ويقول لك: رفعت ذكرك بأني جعلت اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يقل لا إله إلا الله آدم نبي الله، لم يقل لا إله إلا الله نوح صفي الله، لم يقل لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله، لم يقل لا إله إلا الله موسى كليم الله، لم يقل لا إله مكتوبة فوق العرش. نعم، لا، لم يقل لا إله إلا الله عيسى روح الله، وإنما قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في خمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الثقيل المهند، فأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. الله الله الله، سيدنا النبي الصلاة والسلام.